خرج إلى الغابة صياد، يحب صيد العصافير كثيراً، ولكن اليوم الذي خرج فيه كان الجو عاصفاً، وعلى الرغم من ذلك لم يهتم واتجه إلى الغابة. وخلال سيره في الغابة وجد شجرة يعلوها عصفورين، فقام برمي الشجرة بالسهام. تفاجأ العصفورين بذلك فحاولا الهرب والاختباء بين الأشجار، ولكن كان يلاحقهما بسهامه، وبسبب السهام الكثيرة تناثر الغبار ودمعت عيني الصياد. فرأى أحد العصفورين ذلك وقال: إن هذا الصياد يبكي من أجلنا ولن يرمينا بالسهام مرة أخرى. فقال له العصفور الآخر: إياك أن تصدق هذه الدموع، لو كان يريد لنا الخير لما رمانا في السهام بالمرة الأولى. وفي رواية أخرى حيث يحكى أن الصياد استطاع اصطياد عدد من العصافير، وكان الجو بارداً، فجلس واستل سكينه ليذبح العصافير التي حظي بها. وكان عدد من العصافير يراقب الصياد أعلى شجرة بعيدة، ونتيجة الطقس البارد احمر أنف الصياد وأصيب بالرشح، ولكثرة عطاسه دمعت عيناه في الوقت الذي كان يذبح به العصافير. قال أحد العصافير: انظر إلى هذا الصياد العطوف الرحيم، إنه يبكي حزناً على العصفور الذي بين يديه. رد عليه عصفور ذكي قائلاً: يا غبي، لا تنظر إلى عينه ولكن انظر إلى فعل يده. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة استثنائية من برنامج مطبات عبر قناة إحنا تي في، وعنواننا الرئيس لهذا المساء: القضية. نعم، القضية الفلسطينية. سنسأل ونحاور ونناظر ونستمع لإجاباتهم، فما بين الرأي والرأي الآخر سنعلم يقين نحن وقضيتنا إلى أين. لنرحب وإياكم مشاهدينا في ضيفنا في الاستوديو أبيخاي إدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. أهلا بك أبيخاي. أهلا وسهلا لك ولجميع المشاهدين. أبيخاي، السلام كلمة لطالما أنت كررتها، فأين السلام على أرض السلام؟ نعم، أنا أعتقد أن إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي أيضا دائما يبحثون عن السلام، يسعون إلى السلام، وكل مهامنا هي مهام دفاعية، وكل غربتنا نحن من الميثاق الأول الذي وقع عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، نحن في دولة إسرائيل نتطلع إلى السلام، نتطلع إلى السلام الداخلي، نتطلع إلى السلام مع جيراننا، من أقرب منهم إلينا ومن أبعد منهم إلينا، نتطلع دائما إلى السلام. وأنا أعتقد أن جيش الدفاع الإسرائيلي وخير مثال على مؤسسة عريقة تبحث دائما عن السلام، مستعدة لدفع ثمن وتضحيات من أجل تحقيق هذا السلام، ومن أجل حماية دولة إسرائيل على جميع مواطنيها، سواء كانوا يهود، عرب، مسلمين، دروز، كلنا إسرائيليين. ومؤسسة جيش الدفاع الإسرائيلي كلنا لنا مكان في هذه المؤسسة، وهذه المؤسسة دائما تبحث عن الطرق الملائمة لحمايتنا في طريقنا، في سعينا دائما لتحقيق السلام. على أرض السلام أين السلام؟ فأنا لا أراه. نحن نرى في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، نرى حلما يتحقق، نرى كيف تبني إسرائيل وأيضا الجيش الإسرائيلي من ضمن المؤسسات الأخرى سلاما حقيقيا بين شعوب، بين شعب إسرائيل وبين شعوب في دول عربية كنا نتطلع داعما أن نحقق السلام معها. نرى ذلك من خلال اتفاقيات إبراهيم، ونرى ذلك أيضا يتحقق على الأرض، نرى ذلك كل يوم خطوة أخرى إلى الأمام في ترسيخ هذا السلام بيننا وبين جيراننا. ترى حلما يتحقق بحقكم، يعني اليوم في إسرائيل حلمها يتحقق بفرض سيادتها على الداخل الفلسطيني وعلى عامة البلاد، يعني إذا نتحدث على إسرائيل بصدق هي تفرض سيطرتها، ولكن أين السلام بحق الشعب الفلسطيني؟ أولا أنا أعتقد أن كل من يعيش في دولة إسرائيل يريد أن يعيش في دولة إسرائيل، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الدولة. نعم هناك مشاكل من حين إلى آخر، نعم هناك خلافات من حين الآخر، لكن في نهاية المطاف كلنا شركاء في هذا الوطن، كلنا شركاء في هذه الدولة، ونريد أن نعيش معا جنبا إلى جنب في
الأوقات السعيدة في السراء ودراء كما نقول باللغة تقول العربية. تقول لحظة، تقول نريد أن نعيش جنبا إلى جنب. في المقابل، في المقابل لنتحدث عن الديمقراطية، يعني هنالك الديمقراطية المزعومة، وما بين الديمقراطية وسياسة كم الأفواه وسياسة الاعتقال الأمني، أين هي الديمقراطية؟ حينما يقال نحن في دولة ديمقراطية، ولكن في المقابل إذا قام أحد بكتابة حتى لو تعبير عن الرأي يعتقل ويتم كم الأفواه بالاعتقال الإداري، فأين هي الديمقراطية؟ أولا أنا أرفض ذلك رفضا قاطعا جملة وتفصيلا، لأنه لا يوجد أي أحد في إسرائيل، يعني لا يوجد اعتقال إداري بمعنى لكم الأفواه وما إلى ذلك، فلذلك أنا أرفض ذلك. أنا لست متحدثا باسم الشرطة أو وزارة العدل الإسرائيلي، ولكن أنا أعرف ما يحدث في إسرائيل، وأنا أعرف أن هذه أكذوبة ولا يوجد. أي الأكذوبة؟ الأكذوبة أنه نتحدث عن دولة إسرائيل كأننا نقارن بين دولة إسرائيل الديمقراطية التعددية المتناوعة التي تمنح للجميع حق التعبير، حق الترشح، حق الإعلام وما إلى ذلك. الحقوق موجودة، وأرفض كل محاولة لمقارنة بين دولة إسرائيل الديمقراطية وبين ما ربما نقرأ عنه نشاهده في بعض الدول من حولنا. ولذلك أنا أقول لا توجد هذه السياسة، لا توجد هذه الأمور في دولة إسرائيل. كل واحد حقه بالتعبير عن نفسه بآرائه، نرى ذلك يتحقق على الأرض من مظاهرات وما إلى ذلك في قضايا هناك ربما أغلبية في إسرائيل ترفضها، ولكن نحن في كل الأوقات سواء في الحروب أو في المعارك العسكرية أو في الأزمات لكل واحد الحق للتعبير نفسه. ولذلك نحن نتحدث عن إسرائيل هذه المنارة في هذا الشرق الذي نعيش به. نعم، إسرائيل الديمقراطية، إسرائيل التعددية، إسرائيل المتنوعة، إسرائيل التي تمنح لجميع مواطنيها حقهم وحقوقهم، وهذه إسرائيل التي نعتز بها. أنت مع التعايش الفلسطيني الإسرائيلي؟ أنا مع التعايش لكل مواطني دولة إسرائيل، التعايش الحقيقي. أنا أيضا كما قلت في بداية المقابلة أتطلع إلى السلام مع جيراننا. أنا أتحدث مع عندي الكثير من الأصدقاء من دول عربية مختلفة، وأيضا عندي أصدقاء كثر من الأراضي الفلسطينية، من مدن فلسطينية مختلفة. نتحدث، نتبادل التهاني في الأعياد اليهودية الإسلامية وما إلى ذلك. هناك خلافات في الآراء من حين لآخر، وهذا يمكن أن يحدث في لا نحن الحلم أو الاعتقاد بأنه يجب أن نتفق على جميع الأمور، هذا غير موجود وهذا منح وممكن أن يحدث. نحن نحترم بعضنا البعض، ومن منطلق هذا الاحترام سنحل المشاكل. هي في البداية الاختلاف الجوهري هو أنتم تفرضون السياسة على أراضي، نحن في كفلسطين كشعب فلسطيني وأصحاب قضية فلسطينية، كيف لصاحب الأرض أن يتعايش مع محتل الأرض؟ أولا أرفض ذلك رفضا قاطعا، أنا لست محتلا لأي أرض. إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ فيمكن أن نعود إلى التاريخ. أنا لا أعتقد بأن من يطلق هذه الشعارات الرنانة سيتعامل ويوجه الحقائق الحقيقية التاريخية معنا. ولذلك أنا أريد وأقول ذلك، وبإمكاننا أن نعود إلى التاريخ ونرى أي آثار أرخيولوجية موجودة على أرض إسرائيل وأين اللغة وكل هذه الأمور، ولكن نبقي التاريخ جنبا. ولذلك أنا أرفض رفضا قاطعا من يقول إنه إن التاريخ يبدأ من نقطة معينة. أرضنا. دولة إسرائيل موجودة على أرض شعب إسرائيل، ونحن بإمكاننا نعود لكل أنت أنا أستطيع أن أوجه كل حقيقة وكل كلمة وكل ادعاء. أنت تستطيع، لحظة استمعت لك، أنت تستطيع أن توجه كما شئت وتريد وتستخدم الإعلام للتوجيه وغسل الدماغ أنها لا أرض ليس غسل الدماغ. هنالك عندما لا تستطيعون مواجهة الحقائق فتستخدمون شعارات، وأنا مليت بذلك. أنا لا أخاف، لأنني أنا على لا أخاف من أي مواجهة ولا أخاف، أنا أعرف الحقيقة وأنا أعتز بالحقيقة، وأنا لست من منطلق المدافع عن قضيتي أو مدافع عن دولتي بهذا المعنى. أنا أعرف أن جذورنا على هذا الأرض راسخة. أنت تعلم أن جولدا مائير أول رئيسة كان معها
باسبور فلسطيني؟ لا لم يكن. إذا كان باسبورا فلسطينيا فلنرى هذا الباسبور، لم يكن فلسطينيا. هناك يمكن أن أخذ كل أفلام التيك توك وكل الأكاذيب وكل الشعارات الرنانة ونستخدم نعلق عليها كأنها شهادات تاريخية، هي ليست شهادات تاريخية. أنا أعرف أنه في عام 1948 أقيمت دولة إسرائيل التي مدت يد السلام لكل جيرانها. مجبورة أن تمد يد السلام لكل جيرانها. نعم. حتى من فرض حتى الحرب؟ تعالي نحكي تاريخ. من فرض الحرب في عام 48؟ من فرض الحرب في عام 67؟ من قتل الطفل قبل الشاب قبل المرأة؟ من؟ أعطيني يعني عندي من ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في 36 و39 في 48 وقبل إقامة الدولة وبعد إقامة الفلسطينيين مجازر؟ يعني لو أردنا أن أخذ هذه الوقائع التاريخية التي سألت سؤال تنسب من قتل الشعب الفلسطيني عام 48؟ أنا أسأل من قام في قتل الشعب الفلسطيني؟ من بدأ بالحرب؟ شباب ليست إسرائيل. أصحاب أرض في أرض يعني دائما ربما تنظرون إلى الإسرائيلي تنظرون إلى الإسرائيلي كأنه يخاف أن يواجه الحقائق، كأنه أنتم يدافع في مواجهة إمبراطورية الإعلام العربي التي تنطلق من الدعاية الفلسطينية وتحاول أن توجه الضيف الإسرائيلي أو الضابط الإسرائيلي أو المسؤول الإسرائيلي بهذه الشعارات وكانوا يخافون. أنا لست خائفا من أي شيء. عندي أجوبة لكل ادعاء. أريد أن أنتقل إلى مطبات أخرى ولكن بالتحديد سأقولها. أنتم لا تخافون من مواجهة الحقائق لأنكم قمتم بتغيير الحقائق ببساطة. لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. والأهم والأجمل في هذه الأيام أن العالم العربي الذي كان يتوعد أو دائما كان يقرأ في الصحف وكان يدرس من كتب الدراسة في المدارس حتى المناهج كنتم بتغيير كل هذه الأمور. يعني دائما كان ينظر إلى إسرائيل كعدو. لما كانت الحرب السورية وإسرائيل كانت أول من قدم يد العون لجيرانها سوريين، تعالوا إلى المستشفيات الإسرائيلية واستيقظوا من هذه الأوهام وقالوا واه إسرائيل هذا الدولة الديمقراطية التعددية وكل ما نراها نحن كإسرائيليين. وبعدين الفلسطينيين لما يجوا إلى إسرائيل سواء للمعالجة الطبية أو غيرها يرون إسرائيل أخرى. الدول العربية بنفسها اليوم تفهم ما نفهمه ما نراه نحن وما حاولت الدعاية الفلسطينية إخفائه هذه الحقائق منهم. يعرفون من هي إسرائيل، يعرفون من هو جيش الدفاع الإسرائيلي، ويعرفون كذب وزيف الدعاية الفلسطينية التي دائما كانت تنظر إلينا أو تحاول أن تسلط الضوء على أمور سلبية بعيدة عن الحقيقة. هل سمعت عن الذي يقتل القتيل ويمشي بجنازته؟ دائما مثل ينطبق على الفلسطينيين بشكل عام. لا مثل ينطبق عليكم وتعلمناه منكم. لننتقل لمطب حتى لا يضيع الوقت في يعني بلادك وبلادي. هي أنا بالنسبة كلنا لي في إسرائيل كلنا نعيش في نحن في أرضنا أرض فلسطين المحتلة. أنت تقول إسرائيل لك ما شئت. أنا أقول أنا أرضي فلسطين. لما جئت إلى الاستوديو شفت أنه مكتوب هذه دولة إسرائيل. أنا حكيت مع كثير من إخواني من أصدقائي من الناصرة كلهم إحنا إسرائيليين. لكل واحد رأيه أهلا وسهلا. يعني أنا أهل الناصرة جميع أهل الناصرة كثير عندي أصحاب من أهل الناصرة إسرائيليين كلهم. أنا أحترم آراء الآخرين ما عندي مشكلة. كل واحد يعرف أنفسه كما يشاء. أنا أقول في حقيقة نحن في إسرائيل في أرض إسرائيل الحمد لله على نعمة الله. لن نصل لاتفاق. أنت تقول إسرائيل وأنا أقول فلسطين وأراضي محتلة. لنعود أنت تقول السلام التعايش الديمقراطية. لنذهب لملفك أكثر أهمية من الجدل لمن هذه الأرض. لأن معروف يعني حتى في الدين مفروض لمن الأرض الكتب التاريخية طبعا التراث وكل ما ذكر. أنا لا أريد أن نذهب إلى هذا الصراع وهذه المناوشات. أنا أقولها بحقيقة. تعالي
نبعد هذا الملف. لما نحكي بالتاريخ فأنا أعتقد أنا رواية الإسرائيلية الرواية الإسرائيلية لم حكينا الرواية الرواية اتفقنا أنها الرواية الإسرائيلية. أنت بتقول إن في رواية فلسطينية، أنا بقول لك إنه في إنها الحقيقة الفلسطينية، أنت تقول الرواية. نعم أوكي. اتفقنا أنها الرواية الإسرائيلية، اتفقنا بأن كل الشواهد والوثائق التاريخية هي بجانبي ويمكن توثيقها ويمكن إثباتها، أما كل الشعارات الرنانة دائما أحكي بهذه الكلمة فهي بحقكم تقول ما تردون. أنا متحدث باسم الجيش، صحيح أنا أريد أن أوجه أنا متحدث باسم الجيش، تمام، وأنا اليوم أتحدث باسم الشعب، سأسمح لي أن أتحدث باسم الشعب الفلسطيني. هنيئا لكم، قمتم، نحن في الوقت الذي كنا به يعني نقول أننا أصحاب الأرض و و و و وهذه الحقيقة طبعا، أنتم قمتم كما تدعون بفرد سيادتكم على الأرض وعلى وما حول هذه الأرض. فهنيئا لكم على أن الشعب الفلسطيني يستيقظ يوما أن من وضعتوهم تحت مسمى رئيس دولة وهم موظفون لديكم على أن يصحى الشعب هيك قليلا. فهم من هون بدي أسألك سؤال، أبو مازن، محمود عباس أبو مازن، هل هو موظف لدى السيادة الإسرائيلية أم هو بالفعل يعني لديه حكم وسيطرة على السيادة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية؟ أولا أنا متحدث باسم الجيش، أولا أنا أرفض استخدام هذه المسميات على أشخاص وشخصيات سياسية. طبعا أنا لست بسادة التعليق على أي شخصية عامة سياسية بأي طرف وبأي جانب، أنا متحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي وتحدث بأمور عسكرية، أرفض رفضا قاطعا يعني كل محاولات لجعلنا أو لإقائنا بهذا الفخ للتعليق على شخصيات سياسية في أطراف في الدول في مناطق أخرى، ولذلك لن أرد على هذا السؤال، لن أرد، لأن أنا أرفض رفضا قاطعا. أنا أعرف بأن هناك محاولات من أطراف مختلفة لجر إسرائيل تعلق على صراعات داخلية في مناطق مختلفة، صراعات سياسية وما إلى ذلك. أنا أرفض أن أخذ جانبا أو ألعب دورا في هذه الصراعات، فمن يريد أن يحاور نفسه بهذا الموضوع ومن يريد أن يناقش هذه الأمور فأهلا وسهلا له. بمجرد الرضا الإسرائيلي عنه فالأمر واضح من يكون. قبل أن نعود، لا لا لا، قبل أن نعود، أنا أرفض، أنت ترفض، أنا أقول ما أريد. أنت تقولين ما تريدين على مواقعك على في برامجك وما تريدين، أنا أقوله بوضوح، لا يمكن أن تأخذ من كلامي الذي يرفض رفضا قاطعا أن يذهب في هذه المحاولات اليائسة لجر إسرائيل للحديث عن شخصيات أو للحديث عن صراعات داخلية فلسطينية وأن نلعب دوام في فيها. أرفض ذلك. فأهلا بما تريدون أن في الوسط الفلسطيني تريدون أن تقولونه، أقول لك بوضوح نحن نبتعد عن هذه الأمور، هذه الأمور لا تعنينا. تمام، في الوسط الفلسطيني أقول لك أنا هنا لأن كل الله أكبر، نحن في إسرائيل نحكي كل واحد عنده رأي وفي تعددية بالآراء، أهلا بالديمقراطية الإسرائيلية. لما حكينا قبل قليل قلت لي لا في ديمقراطية ولا في كامل الأفواه، بإمكان كل واحد أن يحكي عن أي موضوع، عن موضوع سياسية رياضية دراسية وما إلى ذلك، لأننا في إسرائيل ولأن ليس الجميع مثلي لديه القدرة للتحدث. السؤال الأهم هو سنعود لجولدا مائير وهي تعترف أولا جولدا مائير كأول رئيسة وزراء في إسرائيل امرأة يعني صنعت التاريخ أيضا من هذا المنطلق، وربما نركز كمان عن ديمقراطية إسرائيل والتعددية إسرائيل أيضا كمان بنسائها، قوة نسائها يعني نسائنا فخرنا كمان في الجيش الإسرائيلي. تمام، يعني في تسجيل صوتي فيديو يلا بدنا نشوف جولدا مائير. من جديد نعود إلى التاريخ، نحكي بتقول فلسطين ماذا كانت فلسطين حينها؟ يعني دائما يعني فلسطين كانت المنطقة بين البحر المتوسط، الضفة الشرقية والضفة الغربية كانتا فلسطين. دائما يعني أنا فلسطينية، جولدا مائير تقول أنا فلسطينية منذ عام 21-48، لم يوجد شيء اسمه يهود وعرب فلسطين. أنت تعرفين في كثير
في كتير فيديوهات، ربما أبعث لك كل الفيديوهات لعرب بيحكوا عن فلسطين وبيحكوا عنهم. يعني أنا لا أريد، هل يعني هل أعتقد يعني؟ أعتقد العرب الذين تتحدث عنهم أنا اليوم باسم واسم برنامجي أقول لهم أنتم خون وكذب على مسؤوليتي. جولدا مائير، أنت قلت العرب وأنا أقول لهم كل من شكك بفلسطين أنتم خون وكذب. اليوم جولدا مائير اليوم قالت هذه الكلمات، يعني اليوم حرقتم وتحرمتم مثل ما يعني زورتم الوثائق وما لذلك. اليوم أنتم واجهتم الحمد لله واجهتم تسجيلا لجولدا مائير كانت رئيسة وزراء إسرائيل. تقول أنا ما بعرف شو قالت باللغة العبرية لما ترجموها، ولذلك أترك ذلك جانبا. أقول لك هذه أرض إسرائيل، يعني مش بكلام، يعني لا 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 بكلام. دولة إسرائيل، دولة إسرائيل وجزرها وجزر الإسرائيليين واليهود هنا يعني يعود لآلاف السنين. إذا أردتم وإذا لا تريدون كل يعني هذه إذا أردتم أنتم أم لا تريدون لا فنحن يعني في فلسطين. يعني فلسطين يعني هذا يعني هذا البرنامج، يعني كل البرنامج في النهاية راح تقولي ما تؤمنين به. أنا أقول لك يعني لا لا مهما ليس بقى فقط أنا ما أؤمن به. إذا جولدا مائير تقول أنا فلسطينية يلا صوت لها في الانتخابات. يعني ما شو رأيك يا بيبي هذا الموضوع؟ أنا لم أسمع ما تقوله جولدا مائير. أنا شفت ترجمة كما نعلم أن ترجمت الإعلام هذا مش ترجماتكم، هذا ترجمة، يعني هذا فيديو متداول على شبكة الإنترنت على تيك توك. أوكي سأعطيكم الفيديو، رح أنا بدي أعطيكم الفيديو وأنتوا ترجموا. يعني لكل مقطع فيديو أنا أعطيك 100 مقاطع فيديو للخون العرب، لتوثيق للخون العرب علاقة الشعب اليهودي لأرض إسرائيل، لهذا الأرض، لهذه الأرض. وأعتقد أنه لو تمكننا من إبعاد هذه الخلافات التي لنتفق أن لن نتفق عليه في هذه في الدقائق المقبلة، ونتحدث عن الأمور التي تهم المشاهد العربي بالضبط. وأنا هون ضيفكم لأتحدث ليس عن السياسة والتاريخ بل عن الأمور العسكرية الأمنية. أستطيع مواجهة أي ادعاء سواء هذا الادعاء أو هذا غيرها. ادعاء نعم أنت تقول أن أنا أقول بوضوح هذا ادعاء. أنا أقول بوضوح أن جميع زعماء إسرائيل يعرفون، عرفوا في الماضي، يعرفون في الحاضر علاقة الشعب اليهودي بأرض إسرائيل. أنا أقول لكم يعني بوضوح إسرائيل دائما، يعني لما قام وأعلن دافيد بن غوريون استقلال دولة إسرائيل حدد الجذور التاريخية والعلاقة التاريخية بيننا وبين هذا الأرض وما ذكر. نستطيع أن نحكي عن هذا الموضوع لساعات. لا ما بده يضيع وقت الحلقة في التاريخ و ممتاز. أنا يعني أنت طرحت هذه الأمور. أنا صحيح أنا طرحتها. أنت قلت الواضحة والواضحة بحقائقها للجميع المشاهدين. خلينا بدي أرجع مطب بدي أرجع لحكينا على محمود عباس في مطب اللي هو إسرائيل، ويعني نقول أن في وقعت في مطب أن نزار بنات تم اغتياله بالأيادي الفلسطينية، ولكن يشار أن لإسرائيل علاقة لأنه كان في منطقة يعني منطقة اللي تابعة للسيادة الإسرائيلية. من جديد تحاولون جرنا إلى ليس قضايا جار. ليس لا جار لأن هذه قضية فلسطينية داخلية أوكي. ليحل الفلسطينيين القضايا ولكن الداخلية قتل وتم اغتياله في السلطة في أراضي في تحت السلطة الإسرائيلية. في تحقيقات للفلسطينيين، أنا لست مسؤولا هذا الموضوع، لست متحدثا باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لست متحدثا باسم السلطة الفلسطينية، ولذلك لا أتحدث عن أمور وقضايا داخلية فلسطينية. لعلنا نحكي عن ميزانية السلطة والأمور الاقتصادية في السلطة، لا هذه قضايا داخلية لنذهب إلى قضايا فلسطينية. رحم الله نزار بنات. لنعود إلى ما يتعلق في الشق الإسرائيلي. اليوم هنالك مطالبة من أم تطلب جثمان ابنها اللي هو شهيد عمر أبو ليلى. تم هدم بيته كعقاب لما أنتم ترون أنه فعله. ما هو فعله لنقوله ما أنت فعله أنت ما لا فعله أنا لا يعني هذا المراهق بين قوسين أوكي. لما هدم بيته يعني هدم بيته وقتل، لماذا يحتج جثمانه؟ هدم بيته لما نفذ عملية وقتل فيها إسرائيليين. هذا مش يعني لعلنا وقتل لا 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 يعني لا ما أنتم قتلتم بقتله أن يكون هنا صورة ما فعله هذا المجرم،
ما فعلوا هذا الإرهابي؟ ماذا فعلوا؟ أنت أتيني أنت هنا صورة مراهق. من؟ أي عملية نفذها؟ الشهيد عمر. أي عملية نفذها؟ من قتله؟ الجميع يعلم ماذا فعل. ماذا فعل؟ أين جثمانه؟ ماذا فعل؟ نحن هنا. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ تطلب جثمان ابنه. نفذ. ما أنا بدي أن أسمع. ما هي العملية؟ كم من إسرائيليين قتل هذا المجرم الذي نراه وكأنه مراهق، كأنه شاب؟ هذه اللب المشكلة. هذه اللب المشكلة لأنه لما نرى هؤلاء كمراهقين كشباب ولا وننسى أو نحاول بشكل متعامل أن نخفي الحقيقة عن حقيقة الجريمة والإرهاب الذي يتواطن فيه. ليلة. فلا أي أنا أسألك ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لا يعني ماذا فعل؟ ما هي النقطة الذي فعل بها؟ ما فعل؟ من قتل؟ كم عائلات دمر هذا المجرم؟ كم في جنين على وجه التحديد؟ كم شاب قتل؟ كم شاب؟ كلهم شباب. شباب وأطفال. الجميل بكل هذه الأمور بأنه الفلسطينيين بنفسهم يحكوا أن يعني كل في البداية لما يعلنوا مقتل مراهق بين هلالين يدعون هذه الصور، وبعدين على مواقع التواصل شنو كل أصدقائه من هؤلاء في العنطريات وما يدعون كل الصور، ينشرون الصور مع البنادق مع محاولات تنفيذ العمليات. أين جثمان؟ السؤال بسيط. أين جثمان عمر أبو ليلى؟ اليوم صوت أم عمر أبو ليلى تسأل أين جثمان ابني. أنا أريد بهذه الحلقة أن يتم إجابة هذه الأم. ماذا فعل ليذهب كل المشاهدين إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ويبحثوا ماذا فعل الشهيد عمر أبو ليلى؟ اليوم أنا أسألك، هذه الأم تطلب أين جثمان؟ يعني أبو مازن مش عم بسألكوا، أنا بدي أسألكوا جثمان الشهيد عمر أبو ليلى أين؟ أجب الأم، قل لها هل لديكم شيء يسمى مقبرة الأرقام التي يتم وضع بها الشهداء؟ أولا هناك حكايات من هذا النوع على الإعلام العربي منذ سنين، وأنا أرتفع عن هذه الحكايات وهذه القصص وهذه الادعاءات وهذه الأمور. طبعا هناك هو موجود. سيتم تسليمه لأهله. أنا لست سياسيا ولا أقرب بذلك. أنا أقوله لما طب هل نريد ممكن أن نستغل؟ نريد أجوبة من إسرائيل عن هذا الموضوع. كان من الأفضل أن نتحدث عن ما فعله هذا الإرهابي وبعدين نحكي عن لماذا لما إذا كنا ندع الأمور في سياقها. أنت تقول هذا الإرهابي. تمام حسب وجهة نظرك. لكن لا هو شهيد بالنسبة لأصحاب الأرض الفلسطينيين. وجهة نظرك أيضا لما أنت رح يسألونك من هو إرهابي رح تقولي إن الإرهابي هو من قتل نفسا بغير نفسه. تمام. ومن قتل في مدني عندما من خرق كل شرعي الدينية والإسلامية على رأسها. سألتك في البداية لما قلت من بدأ الحرب، سألتك من الذي اقترف كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني عام 48؟ فكان هنالك إجابة. لنستمر. أريد أن أصل هذه الادعاءات رفضا قاطعا هنالك. أنا أريد من خلالك أريد بس هيك نوصل صوت الأم، لانه الجماعه في السلطه الفلسطينيه نايمين. انا ما بس ما لي علاقه وهذا لا يعنيني. تمام. بس اتوقع أنا وجودا انا اقول هذه الام كان يجب عليها اولا يعني اقول لك لما تربى هذا الولد تربى وخرج من بيته لينفذ عمليه ما وقتل بدم بارد. تمام. فالناس فقط لانهم اسرائيليين فكان من الأفضل أن يتربى بشكل آخر. تمام. وأنا لست مستشارا تربويا وهذا يعني أبتعد عن هذه الأمور أيضا. بدي لما تحكي الدوابش. لما تحكي إعلاميا تحكي عن مطالبة فيجب أولا نحكي ما فعله. لو ما كان لو كنا نحكي عن ما فعله، لما نحكي عن الجريمة، لما نحكي بالمصطلحات الصحيحة بعدين ممكن أن تحكي. عائلة دوابشي حرقت. عائلة دوابشي قصة ممتازة لأن كان في إجماع إسرائيلي حرقت. من أكبر لماذا من أكبر لماذا شخصية لماذا من حرم من أمه وأباه لم يكن إسرائيليا واحدا إسرائيليا واحدا سياسيا أين عسكريا أين الجاني في المحكمة
لم يصدر حكما فارجعي للحقائق. اقول لك لم يجد هذا. لماذا أهله لم أنت تطالب عائلة أبو ليلى بالتربية وبابا عائلته تم تربيته حتى يقوم باقتراف حرق عائلة كاملة؟ أقول لك يعني هذه ممتاز لما طرحت هذا السؤال. أنا في هذا هو الفرق بيننا وبين هذول. نحن قتل كما قتل عمر أبو ليلى. نحن هل حجز جثمانه كما حجز جثمان عمر أبو ليلى؟ نحن لما صارت هذه الفاجعة كل الإسرائيليين كانوا في إجماع إسرائيلي على نبذ هذا الحادث، نبذ هذا التصرف. التوجيهات للشرطة الإسرائيلية، للجيش، لجهاز الأمن الشباك لحل القضية، إلقاء القبض على الجنات واتخاذ الإجراءات القضائية. أما في الطرف الثاني فلا يحكون. أنت لا تحكي عن الحادثة التي صارت ومن قتل هذا. معظم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني يظهرون صورة كأنه مراهق، كأنه شاب من شباب. معظم الذين ارتكبوا جرائما بحق الشعب الفلسطيني تم تبرئتهم تحت ذريعة أنهم يعانون من مشاكل نفسية. لديك وفائق؟ هنالك أخبار. أعطيني الوفائق. أعطيني يعني العظيم لما تسأليني سؤال لك بوثيقة تريدين إثباتات ووفائق. لما أنت بتقولي إشي لا ما في وفائق. قبل قليل ظهرت وثيقة بالصوت والصورة لجولدا مية. يا جولدا مية لحي عمي اعملي سبسكرايب لجولدا مير بكل شيء تريدون. هذه السياسه التيك توك الاعلاميه لن تمرن معنا. انا اقول لك لما انا اتحدث بالوثائق لا اتحدث بالوثائق. تمام، حكينا عن قصتان مختلفتان. في الطرف الاسرائيلي اجماع اسرائيلي يرفض العنف والارهاب، اما في الطرف الفلسطيني فتمجدون الإرهابي المجرم الذي قتل بالدم بارد إسرائيليين. هذا اللب المشكلة إعلاميا اجتماعيا وأيضا سياسيا وأمنيا. بدي أسألك سؤال. في إشي بكو يعني هيك مثل عنا بالعامية وقال اللي حلال لإلكو حرام على غيركم. أوكي. يعني أنتم لنذهب لي مثلا أنتم تطالبون مثلا بنزع السلاح من حزب الله ونزع السلاح من غزة، تمام، وفي المقابل أنتم جيش الدفاع تقولون نحن جيش الدفاع. نعم. الإسرائيلي نعتقد هل أن نكون جيش هل الدفاع حلال وهم يعتزون. هل حلال لك أن تدافع عن ما تقول أنه أرضك وأنت يعني الأراضي المحتلة تدافع عن احتلالك، وهم حرام عليهم بالدفاع عن عرضهم ومقدساتهم ودينهم؟ ممتاز، سؤال ممتاز. جاوب. ربما نسأل الشعب اللبناني ما هي المؤسسة التي يريد أن تحميه. هل اسمها الجيش اللبناني؟ أنت تسألين لماذا حرم على حزب الله برأيكم أن يكون جماعة ميليشيا مسلحة داخل الأراضي اللبنانية ولكم؟ احنا جيش الدفاع الإسرائيلي. ميليشيا المقاومة باتت ميليشيا. لما تعملي استطلاعا كمان في الشارع الإسرائيلي وكمان في الشارع اللبناني وكمان في العالم العربي، ما هو توصيف الأفضل والملائم لحزب الله؟ هل هو مقاومة ام هو مقاولة؟ فكل أغلبية العرب بيحكوا إنه مقاولة، إنه ميليشيا تعمل لصالح إيران، لصالح المصالح الإيرانية. وأنا بقول أنا بجيب على السؤال، لما في ميليشيا داخل في دولة داخل دولة والدولة الميليشيا هذه أقوى من الدولة، فهذا يعني غير ملائم يعني ولا يمكن أن يكون. حزب الله ليست له شرعية وجود. من وكل يعني اليوم أنت تقول يعني نحن إذا سننظر إلى المساحة الجغرافية لإسرائيل حسب قولك ستجد الجنوب، الجولان، طبرية ومعروف. يعني اليوم أنت تتحدث على لا تريد أن تتحدث على أبو مازن إن كان موظفا لدى السيادة الإسرائيلية، وفي المقابل تقول تتحدث باسم الشعب اللبناني. أنا لا سؤال الشعب اللبناني ال- ال- يعني هل هنالك أجمل شيء في لبنان؟ أنا أعلم أن هنالك تواصل مع بعض العملاء في لبنان. أنه فيه كل من يعارض رأيكم هو عميل. هذا انت تحكين باسم الشعب اللبناني؟ انا لما عربية. لما انت يعني كل عربي يحكي بالشعب بكل شعب. انا اتساءل عن اوكي تسالي وانا اجيب واقول
بس أنتم اليوم أقول لست أنا من أقول ذلك. الجميل في لبنان أنه في تعددية بالآراء. تمام، لهم حق الرأي وكلهم عملاء. هذا صحيح. كل من يقول إن حزب الله هو دولة داخل دولة، كل من يقول إن حزب الله هو عميل إيران داخل لبنان، كل من يقول بأن لبنان بأن سلاح حزب الله سلاح حزب الله غير شرعي، الشعب اللبناني بيقول الشعب اللبناني له حق الرد عليك. ليس أنا، الشعب اللبناني. أنا أترك هذه المساحة للشعب اللبناني بالرد عليك. لما تعمل مقابلة مع لبناني سواء كان من تيار حزب الله أو من تيار المعارض لحزب الله وتسأليه هل يحق لجماعة لميليشيا أن تكون هي صاحبة قرار الحرب والسلام أم للدولة في الأراضي السيادية يعني لها والجيش على الأراضي أنا ماش أنا أنا لما أنا أقول إن الشعب اللبناني بده أن يتحرك الجيش اللبناني وفق أوامر الدولة اللبنانية ما أنا أنا ما يعني لا أعرف وفي قانون يعني يمنع ويحضر اللبنانيين أن يتحدثون مع الإسرائيليين بشكل عام. أنا أقول هل يحق لجماعة مسلحة ميليشيا إرهابية مقاولة يعني مش مقاومة لأنها قتلت من العرب قتلت انظري كما قتلت من الإسرائيليين وكم قتلت من العرب تجدين أن حزب الله قتل من العرب أكثر بكثير أضعاف ممن قتل من الإسرائيليين وهذه الحقيقة التي تخافون منها لأنه لما توجهون مع الوثائق مع الأرقام كم من السوريين قتل حزب الله كم من العراقيين قتل حزب الله كم من السنة من السنة كم قتلت إيران وحزب الرد الله أهل العراق أهل سوريا لبنان لكم حق الرد هل المقاومة اللبنانية المقاومة اللبنانية هي ميليشيا وأنتم ترفضونها أم بنظركم مقاومة وأنتم تريدونها حق الرد لهم لننتقل الأستاذ فيصل القاسم يعني أشهر يعني إعلامي عربي فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاقص في الجزيرة يعني مش من محبي إسرائيل لما أعمل هذا الاستطلاع على صفحته في الفيسبوك والتويتر يعني كانت يعني 91% من العرب بيحكوا حزب الله جماعة إرهابية حزب الله لا علاقة لي بالذباب الإلكتروني فيصل القاسم هو ذباب إلكتروني لا لا أقول فيصل القاسم فيصل القاسم هو ذباب إلكتروني جميل عندنا عنوان لم أقول عندنا عنوان عنوان أنت تعتقدين أن تعتبرين فيصل القاسم أشهر مذيعا في العالم العربي من الذباب الإلكتروني لما يعارض فكرة المقاولة أي فكرة هذه لا علاقة لي به أتحدث على التعليقات التي لربما هي لربما ذباب إلكتروني لا علاقة لي مباشرة بفيصل القاسم ولكن أتحدث على ما يتم أنا اليوم ممكن أن أعمل 100 حساب وأكتب ما أريد تحت مسمى واو إنه كل الآراء لننتقل أنت لم تجبني على أين جثمان عمر أبو ليلى أعتذر من الأم حاولت أو أنا أريد أن استغلال هذه الحلقة وهذه المنصة بالتوصيل رسالة هذه الأم للمسؤولين أنتم تقولون دولة سلام وأنتم القلب الرحيم فالرأفة بقلب هذه الأمة التي لا تريد إلا أن يعني تريد جثمان ابنها هو بات جثمان بينما قاتل الدوابشي ما زال أنت تقول في المحاكم لننتقل لملف ثاني ما بالنسبة إلى أمهات الجنديين الإسرائيليين القاتلين الموجودين لدى الإرهابية حماس في قطاع غزة ما بالنسبة الإرهابية الإرهاب يعني تعريف كلمة يعني الإرهاب لم نذهب إلى المعجم العربي يعني نأخذ من المدرسة ونجيه لهون ونفحص كلمة إرهاب شو معناها كلمة الإرهاب أن تقتل مدنيين يعني أنت تعترف أن هؤلاء الاثنين جنديين الاثنين تمام هم في اثنين في اثنين منجستو وهشام السيد مدنيين إسرائيليين مدنيين تدعي حماس إنهما جنديين هما أنت إسا حكيت جنديين؟ لا وأنا حكيته أنت الآن أنت أقول وهدار جولدين أنت الآن على فكرة أنا أحب هذا الحديث أحب رفع الصوت وهدار أورونشاول وهدار جولدين هما جنديين قتل في قطاع غزة وحماس تحتجج جثمانهم يعني موجود وواضح تماما يعني الأربعة عندما يعني الأربعة جنود لا في اثنين مقتولين جنود وفي اثنين إسرائيليين مدنيين
تحتجزوا مع حماس. يعني هذا هنالك مفاوضات لتبادل الأسرى. ماذا أنتم تريدون؟ لماذا لي؟ لنا من الفكرة الآن؟ يعني بقلبك رحوم رح تحكي وتقولين اسمعوا ما تقوله الأم عن جثمان. ما هو قلب رحيم أكثر. تخيل أوكي. الفرحة التي ستعم العالم حينما يتم الإفراج وتبادل الأسرى. كم قلب أم ستفرح لماذا لا يتم التبادل؟ فنعود من هون من هاي المنصة من وسط الرسالة إنه الأم تسأل أين جثمان ابني. هي بحاجة لجثمان, هي مش ابنها, هو ليس أسير, هو شهيد, بحاجة أن يعني كل مطلبها أن يكون قبر لأمي لابني لزيارته. هذه هي رسالتها. أنا قلت سأنقل الطلب, المطالب الفلسطينية. لننتقل, أنت تحدثنا عن عائلة الدوابشي وكانت عائلة الدوابشي مرة زمن على هذه الحادثة, ولكن هنالك أمر جديد هو لربما اغتيال أو تصفية أو لا أعلم ماذا يسمى. شيرين أبو عاقل إعلامية كانت في ميدان العمل, يأتي خبر قتلها على الأيدي الإسرائيلية. تم اتهام أو توجيه, يعني وحضرتك خرجت في فيديو وتقول قتلت على يدي فلسطينية, ولكن هناك فيديوهات تشير أنها على يد قناص إسرائيلي. فما هو ردك؟ أولاً شيرين أبو عاقل أنا عملت معها منذ 15 عاماً, يعني كانت مراسلة الجزيرة وأنا أعمل مع شبكة الجزيرة منذ توليه منسبه ناطقا بلسان جيش دفاع الإعلام العربي. وأول تقرير يعني مشترك أو كنا نتعاون مع الجزيرة بالموضوع كان مع شيرين أبو عاقل. وأنا خرجت بالفيديو وقلت في بداية حديثي بعد الحادثة المفجعة بمقتل شيرين أبو عاقل, قلت إننا في الجيش الإسرائيلي وأنا شخصيا أتأسف كثيرا على هذه الحادثة المؤسفة. قلت في نفس الوقت إننا لغاية الآن وأكرر ذلك الآن لا نعرف من قتل شيرين أبو عاقل. قلته بوضوح في الفيديو التي ذكرته قبل قليل, لم أقل المصالحين الفلسطينيين قتلوا. قلت في الساعات الأولى للحادثة إن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تعارض شيرين أبو عقلة لإطلاق نار من قبل المخربين الفلسطينيين في مخيم جنين. يعني أنتم ذهبتم إلى أراضيهم. يعني أنا اليوم بنت المخيم على سبيل المثال, قوات إسرائيلية تقتحم بيتي وإذ قمت بالاعتراض أنا مخربة. أوكي. أقول لك قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لم تكن في مدينة جنين للتسوق, بل كانت في مخيم جنين. وفي كل يوم من الأعمال إحنا نلقي القبض على إرهابيين نفذوا العمليات. يجب جنين. أن نتحدث من خرج من مخيم جنين. خرجوا مخربين إرهابيين. مخربين لكن هم عندما تقتل عندما اليوم إذا مع بندقية في بني براك, في العاد, في تل أبيب, في مناطق أخرى, تقتل أطفال, نساء, شيوخ, رجال, مدنيين, كلهم مدنيين, فأنت إرهابي. هذا تعريف دولة وتعريف عربي كمان. يعني فقط في القاموس الفلسطيني وكمان في القاموس الفلسطيني قاموس يعني الدعاة يعني من 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 محور المقاولة هذول يعني مقاومة. هم فقط في قاموسهم يعني اللي كتبوه لنفسهم يقولون قتل الإسرائيليين في كل مكان يحق الشرع. أقول لكم كمان أيضا من الشرائع الإسلامية الإسلامية. أقول لكم إن الإسلام منكم براء. من يقتل مدني بغض النظر عن جنسيته فهو إرهابي مجرم قاتل. هل سمعت بالآية التي تقول ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى؟ هل سمعت بالحديث النبوي الشريف الذي قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس نفسا؟ هذه المشكلة. لما أواجهكم بحديثكم, لما أواجهكم بالقرآن, لما أواجهكم بالحقائق ف هذه أخلاق الإسلام. تحولون أن لا تجيبون الإسلام. هذا حديث نبوي شريف. أعطيني فرصة أجيب. أليس حديث نبوي شريف؟ أليس حديث نبوي شريف؟ أعطيني مجال أجاوب. حديث نبوي شريف. أعطيني مجال أجاوب. تفضلي. أعطيني مجال أجاوب. أنت يعني تتحدث في لسان الإسلام, في لسان ديني, وتقول أنه براء منكم. نعم. إذا في ديننا الإسلام
وسيدنا محمد لم يسلم من أذى. أنا لا أريد أن أذهب لمسلم يهودي، أنا ضد، لأن ديني علمني أن أحترم جميع الأديان. ممتاز. وأنا وأنت موجود هنا في يعني في 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 الشق الفلسطيني الإسرائيلي، حقي أن أنا أوجه أن أتحدث برسالة ومضمون الشعب الفلسطيني. أحترم رسائلك. لا، عندي أي مشكلة. أنا أقول إنه كلنا يعني كمان اليهود المسلمين النصارى كلنا ما يحكي أنا قتل الإنسان، قتل إنسان مدني يعتبر جريمة، يعتبر عمل إرهابي، وهدول في مخيم جنين لما خرجوا من مخيم جنين وقتلوا في بن براك وقتلوا في العاد وقتلوا في تل أبيب وقتلوا في كل مناطق، هدول نحن نلقي القبض عليهم لنمنعهم من تخريب الأوضاع الفلسطينية، من تخريب أوضاع المدقة الجنين. أنت تحدثت عن الدين وانسحبت، يعني أنت تحدثت عن الدين، جيت لأجاوبتك وانسحبت. أعطيتي مثالا أو اقتباسا من القرآن الكريم، وأعطيتي اقتباسا من الحديث النبوي الشريف، وأقول إنه الحديث والقرآن والإسلام ينبض العنف، يرفض العنف. هناك من يستخدم الإسلام لشرعنة قتل المدنين. ماذا يسمى هذا المنظر الخلاق؟ ماذا يسمى؟ هل الفرق بيننا وبين أنتم حمام السلام والإرهابيون؟ لما فتح المفتش العام للشرطة تحقيقا بالموضوع وأمر بإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، وقلنا تأسفنا على هذه الصور. تتأسفون على مقتل شيرين واستشهاد شيرين أبو عاقلة؟ أنا قلت أن شيرين أبو عاقلة. أنا شخصيا، أنا أبيخاي شخصيا تعاملت مع كل مراسلي شبكة الجزيرة لما أهتوا من الخارج إلى هون لتسهيل المرور في المعابر وما إلى ذلك، لأنني أحترم شيرين أبو عاقلة، وأنا أحترم الإنسان، وأنا أحترم الزملاء الذين أتعامل وأعمل معهم. هذا لا يعني أحترمهم وأقول بنفس الوقت أقول بنفس الوقت إنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لا يمكن تحديد من قتل مراسلة الجزيرة، ولكن هناك فيديوهات تشير أن هذا هو هنا القناص الإسرائيلي. الفيديوهات تشير أن هناك فيديوهات أيضا توثق إطلاق النار الأشواعي في مخيم جنين الذي قد يسبب في قتل بس ما في اعتراف رسمي بدولة إسرائيل أن القاتل يعني من أحد أتوقع قيل أن وحدات المستعربين. أين هو هذا الاعتراف الرسمي من دولة إسرائيل؟ ما بالأخبار عن كل حكم. ما هو هذا غير صحيح. طب السؤال الجوهري، هل في حال أثبت أن طبعا التحقيقات ستلف وتأتي لتخرج من تحت أيديكم، ولكن هل في حال يعني كان هنالك ضغط وتم الاعتراف أن القاتل أو أن شيرين أبو عاقلة؟ أقول لك بوضوح، لو سيتم معاقبته، لو ثبت بأن الجيش الإسرائيلي هو من كان المسؤول عن قتل إطلاق الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، فنحن سنتحمل المسؤولية ونتأسف على ذلك، ونقول بنفس الوقت هذه الساحة التي كانت تتواجد فيها شيرين أبو عاقلة كانت ساحة معركة، هذه الساحة التي كانت فيها شيرين أبو عاقلة كانت مليئة بالمخربين. لم يكن كانت مليئة. أنت كنت هناك؟ لا، كانت مليئة بالمسلحين. إثباتات ودلائل. أنا أقول لك شيئا، أقول لك 100% وأقوله بوضوح، وأنظر إلى الكاميرا وأقوله لم يطلق أي رصاصة، أي جندي في الجيش الحلفاء لم يطلق أي رصاصة بشكل متعمد لقتل شيرين أبو عاقلة. ما واضح بالفيديوهات. بفيديوهات أي فيديوهات؟ التي تم تناولها. أي فيديوهات؟ أقول لك إنه في الجانب الفلسطيني كان من أطلق النار عشوائيا لقتل كل من كان في مخيم جنين، أما في الجانب الإسرائيلي فأقول لك وأنا مصير على كلامي وأقوله لم يكن أي جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد باتجاه شيرين أبو عاقلة. كل يعني شاهد العيان وكل المراسلون كذبة، وأنتم حمامة السلام الصادقون. أنت تقولين يعني ما أريد؟ أنا لا أقول، أنا أسألك. أسألك. أتكذب الجميع وكل من رأى بأم عينه وأنت الصادق؟ أنا أقول علي أن أكذبهم جميعا وأصدقك أنت؟ أولا أنا قلت بوضوح لم يكن أي مراسل أو لم أسمع مراسل أو صحفي يقول. لا أنت تسمع، أنت يعني الذبابة التي في الوسط الفلسطيني أنت تسمع الصوت. أنا أقول أنا لا تقول لي أنا لا أسمع، أنت تعلمت. أنا أقول تحقيقات الجيش الإسرائيلي أنا أثق بها أكثر من أثق من أي شيء آخر، لا من أي تحقيق إعلامي أو من أي وسيلة إعلامية محترمة. أقول لك رئيس الأركان الجنرال غالافيف كوخافي أمر بفتح تحقيق بشفافية كاملة، يعني أمر
أن نعلم كل الحقائق كما كانت. والله لست يعني بحاجة إلى أمر. إن شاء الله رح تكون عندكم إن شاء الله رح تكون في الجانب الفلسطيني والعربي تحقيقات مثل تحقيقات الجيش الإسرائيلي. إحنا لا نخاف من أي شيء، نعرف تماما. وتحقيق وتحقيق العسكري الإسرائيلي واضح ولا يدع أي مكان للشك. أنتم لا تخافون أي شيء، لأنكم فرضتم أي جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار متعمدا باتجاه شيرين أبو أقلة. لم يكن أي جندي، ومهما حولتي أقول لك من جديد، لم يكن أي جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو شيرين أبو أقلة. ثانيا نقول لك، لو كنا في التحقيقات نعلم في نهاية بأن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو أقلة أطلقها جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاطئ، فسنقول ذلك، نتأسف على ذلك، نتحمل المسؤولية. نحن لا نخاف من شيء، لكننا في نفس الوقت نقول حتى هذه اللحظة لا يمكن تحديد مصدر الرصاصة التي أطلقت وقتلت شيرين أبو أقلة، سواء كانت من الجانب الفلسطيني من المسلحين. رأينا ذلك صحفية في زي الصحافة في ميدان عملها منزوية، واضح جدا في ساحة قتال، واضح جدا أنها واضح جدا أنه طاقم صحفي. كيف يتم قتله بالخطأ في ساحة قتال؟ لما إحنا في ساحة قتال، لما إحنا في حملة اعتقالات في مخيم جنين لإلقاء القبض على إرهابيين، يعني كانوا ينوون تنفيذ عمليات، ورأينا ما انطلق من مخيم جنين ومن مدينة جنين في الفترة التي سبقت. يعني تذهب إلى أرضهم، تذهب إلى أرضهم وإلى بيتهم وتستفزهم وتقتل رفاقهم وتقول عنهم إلى. سأذهب إلى أي مكان لحماية مواطني دولة إسرائيل، سأذهب إلى أي مكان لمحاربة الإرهاب، إلى كل منطقة فيها إرهابي يريد قتل الإسرائيليين سنكون هناك له بالمرصاد. فهذا واضح، هذه مهمتنا، لذا للحفاظ على ما احتلتموه. هذا هو الفرق. لما تحكون عن حماس، هذه حركة المقاومة الإرهابية في غزة، لما هم يختبعوا في الأنفاق، وكل صحافة فلسطينية راح تعمل التقارير عن هذه الأنفاق، يختبئون بين الناس تحت بيوت الناس. أوكي؟ هم لا يختبئون، هم يدافعون. احنا في جيش الدفاع الإسرائيلي. لماذا أنتم جيش الدفاع وهم يختبئون؟ احنا نخرج من الأراضي الإسرائيلية ونصل لكل مكان لمنع حدوث أي مساس بين المدنيين الإسرائيليين. لما هم يختبئون بين الناس، خذي حزب الله، لما في الطابق الأول في صاروخ والطابق الثاني في عائلة، يخبئون صواريخ داخل البيوت داخل القرى، لأنهم يعرفون بأن الجيش الإسرائيلي ربما باعتقادهم يتجنب استهداف هذه المناطق. أقول لك، كل منطقة ينطلق منها تهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين هي هدف شرعي ويمكننا أن نستهدفها. أنت تقول عن المقاومة في لبنان وفي غزة، ما تقول؟ أنا أقول لك إشي، ما تقول يختبئون، تمام؟ اذهب بجنودك إلى غزة، خلينا هدول المتخبيين تحت الأنفاق، خلي الجنود يروحوا عندنا على الأنفاق، خلينا نرجع. لماذا خرجتوا من غزة؟ من جديد هذه الشعارات وهذه الأكاذيب. لماذا يعني غزة الوحيدة خالية من سيطرتكم؟ المشكلة إنه في شباب اللي بتشوفوا كل هذه يعني فيديوهات التيك توك، لما بيقول له نحن فانتصرنا، وقلنا انتصار، يعني انتصاراتهم دائما في ميادين الشعارات، ليس الا دائما الحمد لله عندهم التيك توك ليعملوا فيديوهات وينتصروا فيها. متابع شباب التيك توك ومش متابع شهود الاعيان اللي كانوا بقضيه شيرين ابو عاقل واللي كانوا في الحدث، يعني في عنطريه وفي اغاني وفي كل هذه الامور اللي ما انت طلعت باغنيه سعاده الشيخ وكان حلال شبكه الدعايه لدى حماس. أنا لما أدافع عن جيشي وأدافع عن قضيتي وأدافع عن دولتي، أدري طالع بخلفية سألت الشيخ وكال حلال، يعني شو بتحكي على شباب تيك توك؟ أبي خاي أدري خاي أدري يحكي معهم، يحكي معهم، يتواصل معهم. مع مين؟ مع شباب الفلسطيني، مع شباب العربي، مع شباب العربي في كل مكان. نعم نعم، ما بدي نحكي، بدي هيك نرجع كل شيء لمرمى. بدي أرجع في خوف كمان من الإسرائيلي، في خوف من الإسرائيلي اللي يحكي بالعربي، في خوف من الإسرائيلي اللي يحكي بالحقائق. الخوف هو من تستطيع أن تقنع، أن تستطيع أن تقنع الطرف الثاني بحقيقتك. يعني لما بتقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، وكل ما يسمعه من حماس ومن غيرهم العكس، لأنهم يقولون أنهم
تنظيما متدينا ولكن الإسلام منهم براء. صح الخوف من الخوف من غزة عشان هيك اتحدوا. الخوف من الحقيقة عشان الخوف من الحقيقة. عشان هيك في صوت واحد كانوا يقولون في القدس وتحديدا في الأقصى مشان الله يا غزة يلا. هم احتموا بمن؟ بغزة. لنعود لملف لنعود أهل غزة عليكم بالرد على أبي خاي. أهل غزة الحمد لله أهل غزة لما شوفوا أنه دائما في يدعونهم لتخريب غزة عشان أمور تحدث في مناطق أخرى وعشان هيك يعني غزة محاصرة. غزة موجوعة. غزة تعاني من 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 فقر شديد. غزة لربما من يحاصر غزة؟ لما من يحاصر غزة؟ على سبيل المثال لما من يمنع الهواء والكهرباء عن غزة؟ لما في إسا في مشاكل داخل البلدية هيك أوكي؟ في مشاكل في الطرقات أو مشاكل في الأمور لما من يجب أن يعطي الأجوبة لما يجي رئيس البلدية هذا الحديث لا تحاورونه بالموضوع ليش لا. المشكلة مع قطاع غزة أنه دائما لما في مشاكل وين المسؤول؟ ارفعوا الحصار. وين المسؤول؟ ارفعوا الحصار وثم ليذهبوا ليتحدثوا مع السياسيين في غزة. خذوا هذا السؤال إلا قيادة هذا التنظيم الإرهابي اللي يسيطر في غزة ودائما يأخذ كل قرش منه لصناعة سلاح بدلا من إعادة إعمار الطرقات. أنتم لا تشترون سلاح عفوا. إحنا دولة. هذه المشكلة. إحنا دولة مش جماعة إرهابية. إحنا دولة. أنتم ودولة لها ميزانية. أنتم احتلال. وشوارع شوارع إسرائيل أجمل وأنظف وأكثر تطورا من كل اللي في محيطنا. وبقول انه في ايضا كمان الجيش الاسرائيلي يعني واكثر تطورا واكثر قوه ويعني لا نعتذر ما بدي انا اضيع مسار الحلقه في زفتي وبلديه العله في غزه انها هي تحت الحصار وليس حصار اسرائيلي فحسب يعني حتى يعني ابو مازن شريك في الحصار والجهه الاخرى مصر كمان شريكه في الحصار. لا اريد ان اضيع وقتي. الرسالة التوجيه هو لاهل لبنان بالرد بالشق المقاومة اللبنانية حزب الله. نعود لغزة عليكم بالرد بما يتعلق في المقاومة بما يتعلق في حماس. ليس أنا فقط من سأجيب أنتم. السؤال هل بدكم أن يتم إعادة إعماركم؟ هل بدكم أن نريد رفع الاحتلال؟ نريد الاحتلال كمان في لبنان كمان يعني كمان في يعني كل 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 مكان أو كل إشي الحمد لله في. تعرف السعودية؟ بإمكانكم تعرف السعودية؟ السعودية. المملكة العربية السعودية. محتلة. ليش؟ محتلة. لكم سيادة وسيطرة على كافة البلدان العربية. الأكاذيب يعني هن الأكاذيب والاختراعات من هذا النوع يعني الآن خاصة الآن وإحنا في. علاقتكم طيبة. على يعني علاقتكم نحن أيام معدودة قبل عيد الأضحى المبارك ومناسك الحاج وهذه المناسبة. علاقتكم طيبة مع. أقول للمشاهدين. بعدين عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يكون عيد الأضحى المبارك. قولوا لهم فترة خير وسلام بين جميعا. وكمان في هذا الفترة شبابهم. أنت بتقولي وتسبي على المملكة العربية السعودية. أنا لا أسب. لماذا؟ أنت قلت حينما أنت أقول أنها محتلة وتحت سيطرة على المملكة العربية السعودية وأنا أقول لك يعني خدمنا يعني هذه دولة أنا أبتعد عن هذه الأمور السياسية. أنا على مسؤولية. أستغرب في هذا الوقت على بالتحديد مسؤولية. أستغرب في هذا الوقت بالتحديد أن تسبي أنا لا عن المملكة العربية السعودية ولكن هذا يعني كلامك يعني أنا مش مسؤول عنه. تمام خد هات أحكي لك. أنا بدي أوجه رسالة بوجودك لمن دنس أراضينا في السعودية حتى لو بدهن إسا يحطوني على اللائحة. أنا أبتعد عن هذا الأمور. على اللائحة السوداء بمنع الدخول. لا أدخل فيها ولا أريد أن أحكي أن لماذا الآن كل تسبين ولا نعم تسبين. أنا لا أتخبأ وراء إصبعي. أنا أعتقد لنا لأن في هذا لنا غير لنا في السعودية الكعبة لنا لا. لنا في السعودية الكعبة ولا يعني ضميرنا أو ديننا لا يطيق أن يحتمل صورة أن قريب على أماكن الحج والعمرة حفلات والأراضي السعودية وإن كانت لم تحتل فهي دنست وأنا أقولها بأعلى الصوت تبا لكل من دنس أراضي السعودية.
برجع لك. انا ارفض لا اخاف ولا وانا لست انا لا انا لا من قريب ولا من بعيد ان هذه الكلمات وهذه الالفاظ فهي انتم أنا حمام السلام أنا. نعود نحن حمام السلام نحن منارة الشرق شبابنا ونحن منارة الشرق وكمان احنا حمامة سلام. محمد كيوان ابن ام الفحم. محمد كان ضحية او شهيد رصاص في انت تقول نحن في ارض حق التظاهر وحق وتقول مع التعايش وما الى ذلك. هذا الشاب هذا اخانا جميعنا. محمد كيوان ابن ام الفحم قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية أو خلينا نقول برصاص إسرائيلي. هل سيتم معاقبة من قام بقتله أم سيوضع تحت بند رصاصة طائشة أو بالخطأ؟ أقول هنا أنا أولا لا أعرف القضية، وإذا كنت أعرف تفاصيلها فكنت أستطيع أن أجيب بشكل واضح. يعني هذه الأمور مش علاقة لها بالجيش الإسرائيلي. أنا أعرف وأنا أثق بالمؤسسة العسكرية ومؤسسة الإسرائيلية العامة. ربما أنا أعتقد أن هذه القضية تعود لشرطة إسرائيل ومش إلى الجيش الإسرائيلي، وأنا هنا أتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ولا أستطيع أن أتحدث عن قضايا لا أعرف تفاصيلها. لو كانت على سبيل المثال ما حكينا عن شيرين أبو أكلة هذا موضوع عسكري، حكيت لك بكل وضوح ماذا حدث، ما تفاصيل الحادث وكل الأمور سواء اتفقت معي أو غير. أنت قلت بملف شيرين أبو عاقل كان هنالك فيديو ولم يتم الاستكمال الحديث، قلت أن يعني السيادة الإسرائيلية رفضت ما حصل في وقت الجنازة، ولكن مر وقت وهنالك اعتداءات على ما على يعني المصلين والمشيعين لجثمان شيرين أبو عاقل وواضح طبعا بالفيديوهات. هل السيادة أو إسرائيل لم ترى يعني ما بعد حدوث وكاد يعني نعش الجثمان أن يقع بعد ما حدث في المصلين أو في المشيعين؟ نستنكر ونقول لا، نحن ضد ما حصل في جنازة شيرين أبو عاقل، لا نحن ضد مقتل شيرين أبو عاقل. كان أولا نحن حكينا بوضوح، أنا شخصيا كنت أعمل مع شيرين أبو عاقل، أنا شخصيا خرجت بصوتي وبالفيديو على كل منصات الإعلامية وأيضا على وسائل الإعلام العربية، حكيت أن الموضوع أن هذا حدث مفجع ونتأسف مهما كان يعني، وقلنا بنفس الوقت لأن التحقيق الإسرائيلي الذي أثق به أكد بشكل لا يدع أي مكان للشك بأنه لم يكن أي جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد على شيرين أبو عقلة. في نفس الوقت شاهد عيان أنت تقول لم أرى، وفي عندي كثير من شهود العيان الإسرائيليين اللي بيحكوا إنه ما في. يعني أنا أعرف وأنا أثق بالتحقيقات الإسرائيلية وبتحقيقات الإسرائيلية بشكل عام، وكمان هذا في عندما كان في أخطاء وفي خلل ما بمنطقة ما أو بحادثة ما فنحن لدينا الشجاعة لنقول نعم كانت أخطأنا. لديكم الشجاعة وكان هنالك اعتراف بأن أيدي إسرائيلية وتحديدا جنود من قتلوا شيرين أبو عاقل. أنا أطالب من هذا الميدان بمحاسبة ومعاقبة القاتل. لننتقل لشيء لا علاقة له، ليس كعمر أبو ليلى ولا شيرين أبو عاقل، فنانان فلسطينيان لم يفعلا شيء يمس بالأمن الإسرائيلي، شادي البوريني وقاسم النجار. شادي البوريني وقاسم النجار اليوم هم ممنوعان من الدخول إلى الداخل الفلسطيني. لماذا؟ إسرائيل. لماذا داخل الفلسطيني؟ لأن كل أغانيهم يعني هم عندما نحكي عن الإرهاب نتحدث ليس فقط عن الفعل والفاعل، يعني هم بنظر إسرائيل هم إرهاب يعني تحت بند الإرهاب. أعطيني فنانان أكمل. أنا أعطيني أكمل الجواب. التحريض جزء لا يتجزأ من الفعل الإرهابي، التحريض للقتل وللإرهاب جزء لا يتجزأ من الفعل. لما في اثنان وأنا لا أعرفهما بشكل شخصي، شفت بعد لا تعرفهما شفت بعد الفيديوهات هذه أيضا المشكلة، لأن دائما لما في الفيديوهات التيكتوكية وما إلى ذلك يحكون ويتحدثون وكل هذه الأغاني والشعارات، نعرف شعاراتهم وانتصاراتهم في ميادين الشعارات والأغاني ليس إلا
لما انت تحرض على الدولة الإسرائيلية، لما انت تحرض على قتل الإسرائيليين، لما انت هل تريد ان تفتح لك إسرائيل ابوابها؟ لا. الجيش الذي لا يقهر تهز كيانه، تهز كلامه، لا كيانه، يعني لا تعطيهم علامات لا يستحقونها. انت تقول لا، تعني يعني نحن يعني نثق بأنفسنا ونحن نثق بقدراتنا. دخوله للأراضي الفلسطينية، لا نخاف من يحرض على إسرائيل. ليش نعطيه فنان يدخل إلى الأراضي الفلسطينية ليقوم بإحياء حفلات؟ تمام. أي خطر أمني يشكل على أمنكم يا جيش الذي لا يقهر؟ نحن بقول لك أنا لا أعرف قضيتهم بشكل مباشر، أنا بعرف بعد أغانيهم، أنا أتحدث. أنت تعرفهم؟ أنا أتحدث عن قضية التحريض، يعني أنا أعتقد أنهم ذكروني في إحدى أغانيهم. الحمد لله. يعني هذا ما بقي لديهم. ما قصروا بحد. لا، ما بقي لديهم. أقول لك لما أنت تحرض علينا، لما تحرض، التحريض جزء يتجزأ من الفعل، من العمل، من الإرهاب بشكل عام، ولذلك نحن نحارب الإرهاب على كافة أشكاله، والتحريض أحد أشكاله. كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني إرهابي. لا، هذا غير صحيح. إرهابي. هذا غير صحيح. إرهابي. هذا غير صحيح. أرفض. يعني دائما تستطيعون أخذ كلامي إلى نفس الزاوية وأنا أرفضها. يعني ولا زمن الإسرائيليين اللي لا يستطيعون مواجهة هذه الإدعاءات وهذه المزاعم. وأنا لست أنا هون مبدأ. إسرائيلي فخور ناطق يعتز بالجيش. فخورة أنا أعتز بالمؤسسة التي أتحدث بلسانها، وأقول لك مهما حولت تشويش الرسالة ومهما حولتم تشويش الحقائق فتبقى الحقائق. عندما تحرض التحريض جد تجزأ من الإرهاب، ونحن سنحارب الإرهاب أنتم من تحاولون كتم صوت الحقيقة. نحن لا نحاول نحن لا نحاول أن نفعل شيء. أنتم من تحاولون كتم صوت الحقيقة، أنتم من تغيرون التاريخ، أنتم من تزورون. لا لا لا، عندما نتحدث بالوقائع والوثائق تقولون لا لا، عندما نتحدث لم أقول لا، قلت تفضل. تفضلوا. أنا ما وبعدين قلت لك تفضل. لندع الأمور التاريخية جانبا، لندع الأمور السياسية جانبا، لندع الأمور هذه جانبا. نحن من نواجه، نحن من نناظر، نحن من نقول لك تفضل وأجب. نحن من نقول تفضل. أنا أجيب على كل الأسئلة بدون أي خوف، بدون أي تردد، بوضوح، بشفافية. نحن أعتقد أن نحن قرابة الساعة الكاملة نتحدث عن هذه الأمور. و أنت يعني أجيتني من زاوية الدين. القدس لنا والأقصى لنا، مصلين مرابطين في المسجد الأقصى، بأي ذنب يتم اعتقالهم، التنكيل بهم، ضربهم؟ أتوقع أن هنالك فيديوهات إذا سمحتم بالكنترول. هل رأيت الفيديو لهذا المصلي الذي يقضي حاجاته على سطح المصلى في المسجد الأقصى المبارك ويدنس؟ ولا ربما هذا من طرفكم وقمتم بتصويره. دائما دائما يعني لا يعني هذا من الأسهل في الطرف الفلسطيني أو في الطرف الإعلامي الفلسطيني، دائما لما نحكي بالحقيقة وفي صورة وفي الفيديو هذا منكم. لا يعني هذا أنا ربما أنا أتحدث. أنتم بعثتوا يعني سألت سؤال فأجب، لم تجبني على أي سؤال من أول الحلقة، ليس لم أقفل على إجابة. يمكن إدانة فعل ما، لما في فعل، لما في واحد اللي قدش حاجته على سطح المصلى في المسجد الأقصى ودنس المسجد الأقصى المبارك حرمة المسجد، بإمكانكم أن تقولوا هذا فعل مشين، هذا فعل غير صالح، هذا فعل يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، هذا فعل يتنافى مع الشرعية الإسلامية. من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك؟ نقول ندين هذه الأفعال، ونقول أن المسجد الصلاة وليس للإثارة الشغب والفتن والإرهاب. طب بدي أرجع على مسماك الوظيفي. أنت تقول أنا الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي. نعم. تمام. يعني اللي حلال برجع بقول لك الحلال لإلك، حرام على غيرك. يعني مصلي بيصلي في أنت تقول أدافع عن ماذا؟ تدافع عن احتلالك لأرضنا؟ مصلي بيصلي بقلب الأقصى، يعني إذا قام بالدفاع عن مقدساته كيف يضرب ويقمع؟ وأنتم كيف تدافعون؟ أنتم تذهبون وتقولون تفضل هذه الوردة الحمراء لأنك قمت بتعدي الحدود، أنت شاطر، أرجو أن خذ هذه الشوكولاتة واذهب إلى بيتك، خلي أمك تربيك. أنت هيك بتعمل يعني؟
أنا ما أنت بتقتلونا. أنا كم شاب من جنين تم قتله وتصفيته على الإرهابيين في جنين عملوا بوستر على شبكات التواصل الاجتماعي لكل هدول الإرهابيين المخربين اللي كانوا شاركوا في جنين في مخيم جنين وفي مدينة جنين في الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. هم أعلنوا ذلك، هم مش شباب مش مراهقين، هم مخربين. ولما في توثيق هم أعلنوا ماذا قالوا؟ في توثيق لإلقاء زجاجة حارقة من شباك المسجد الأقصى المبارك، من شباك المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، فوثقوه كانوا لا سمح الله أن تحدث فاجعة نتيجة هذه الزجاجة. لم أسمع صوت عربي يتحدث ويدين هذه الجريمة. لا شك أنك يعني إنسان أنت يعني تحاول أن تكون مستفز، حتى إليسا وهيفا وهبي لم يسلموا من استفزازك. نعود لقضية القدسي. ليس استفزازا، لما أنت تحكي بالحقائق يقولون استفزازا. لنعود. لما جاء الإسرائيلي بزي العسكري يتحدث فخور بكونه إسرائيليا، فخور بكونه عسكريا إسرائيليا، فخورين بكوننا فلسطينيين، بكوني أهلا وسهلا، أنا فخور بكوني إسرائيليا، أنا فخور بكوني جنديا في جيش الدفاع، أنا فخور أن أكون ضابطا في جيش الدفاع الإسرائيلي، أنا فخور أن أنتمي لأبي هذه المؤسسة العريقة، وأنا أدعو كل شباب الإسرائيليين من اليهود من العرب أن ينخرطوا في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي، أن ينخرطوا في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. نعم والله. أنا أدعوهم وفي زيادة لا أدعو من خلال هذا في زيادة لا يعني أنا أرفض هذه الدعوة. ترفضين لكن الحقائق والأرقام تتحدث الأكس. تريد أن تدعي اليهود ملموسة. أنت حر أما دعوة للعرب بهذا البرنامج أنا أرفض. أنت في ارتفاع حقيقي بالأرقام. تعرف ليه في ارتفاع حقيقي؟ أنا بدي أحكي لك لأن في الكثير من العرب داخل إسرائيل يريدون أن ينتموا إلى هذه المؤسسة. هنالك شباب ضاقت بها الحياة، هناك سياسة تجويع، هناك مساحة يعني التسطيح السكاني، في شباب يقول لك يلا بفوت على الجيش أنا بأخذ أرض معاش. لا هنالك من يحتمي لا تنخرط في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأمور لأسباب اقتصادية، تنخرط في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي لتكون. أليس هنالك تأهيل نفسي في الصفوف؟ هنالك تأهيل نفسي لأنه في شباب بيكونوا مدمرين نفسيا وتقوموا بتأهيلهم نفسيا. بدأ من هاي النقطة في تأهيل نفسي في كل مؤسسة عسكرية، ليس فقط للعرب وليس فقط لليهود، يعني في الكثير من الكثير الكثير مهما حولتم يعني اخفاء الحقيقة وأقولها بوضوح في لا نخفي الحقائق. ارتفاع حقيقي لا لا دائما أنتم تزورون نعم احنا نزور الحقائق وفي وحدات عسكرية وفي شباب ينخرطون في صف جيش الدفاع الإسرائيلي يكونوا لأنهم يعني بحاجة لأنهم بحاجة لأنهم يريدون أن يكونوا جزءا ليتجزأ من المجتمع الإسرائيلي من الجيش الإسرائيلي من تمام. جيش الأخلاق الإسرائيلي من رأينا أخلاق رأينا الجيش ما حولتم فأقولها جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر جيوش العالم إخلاقيا. رأينا أخلاقكم في مخيم جنين، رأينا أخلاقكم رأينا لأننا نصيب في جنازة المسلحين، نستهدف المسلحين، نستهدف الإرهابيين، نستهدف من يعتدي على مواطنينا، نحمي دولتنا صحيح. من كل من يحاول الاعتداء عليها. كان يشكل خطرا على سيادة الدولة. هذه الصورة ما بين هنا رسالة وما بين سأتطرق لملف العمالة. أنت تدعو شبابنا للانخراط بصفوف الجيش فالس. وأنا أرفض هذا جملة وتفصيلة حسب الجملة التي تكررها. تقول هنالك شباب، ولا أستبعد أن هنالك كمان شيوخ من يقولون يعني يسبحون باسم الله صبحا ومساء، يشتغلون لصالح الدولة، ولكن تحت مسمى أنتم ماذا تقولون عنهم؟ نحن نقول عملاء للدولة. أنتم مواطنين إسرائيليين شرفاء وكلنا تمام. كلنا تمام أين كلنا الشرف؟ كلنا شركاء في الوطن، كلنا شركاء في هذه الدولة. ليش يعني كل من لا يتفق مع آرائكم فهو خائن؟ لماذا سياسة التخوين؟ لأن كل من لا يتفق مع آرائكم إرهابي. سياسة التخوين إذا هي سياسة الضعيف، النجار إرهابي. سياسة التخوين هي سياسة الضعفاء. عندما أنت أضعف سياسة التخوين، من يخون من لا يتفق معه فهو ضعيف. نحن نخون من نخون، نحن نحترم آراء الجميع.
صحيح. انت لما انت تحترمون اراء الجميع. انا قلت لك في زياده في عدد الجنود العرب اللي ينخرطون في الجيش خونه. انا اقول لك في في اسرائيليين في شريحه كبيره من العرب في اسرائيل يريدون انت تقولين يعني انا اقول لك في شريحه كبيره من الاسرائيليين بدهم ينخرطوا في الجيش بدهم الشراكه الحقيقيه بين اليهود والعرب تقولين خونه عملاء. لا اقعد ساعه احكي مثل ما انت اسرائيليه في خاي ضلك ساعه احكي على نفس الموال. انا بدي ارجع اسالك ارجع اعيد جملتي يعني بتضلها براسي مش رح تسكتني برجع انت لا وسكتك انا احترم ارائك انا ولكن عندما ارفضها فمن حقي انا ارفضه مثل ما انت ترفضين بعد ما اقول انا متاكد انها في الكثير من النقاط اللي طرحتها اللي تصدقيني في هذا. شوفي بعد نحكي بعد. انا لا احب رفع الصوت في الحديث لهذا كمان انا نتعدل يعني تمام. خلينا نرجع الى هذه الصوره المأكولات هذا شيء جميل سنعود لهذا. لا سنذهب بالبدايه ستكون هنالك رساله. هنالك من يقوم يعني تحت ملف العماله سارجع للترتيب رساله التي بمداخلتك شوشتها نحن في ملف العمال. أنت اليوم من خلال برنامجنا وجهت رسالة للشباب للانضمام لصفوف الجيش. أنا أرفض هذه الدعوة من خلال برنامجي. أكمل. ثلاث مرات ترفضين. أرفض. ثلاث مرات يعني من الخوف. أنا خائفة. أنت خائفة أن يعني أن أنا خائفة. أن هذه الرسالة راح تلقي اذانا صاغيه في المجتمع. يعني هذا الخوف. ليش الخوف؟ لا. لما أنت بتقولي أن كلنا نرفضكم ليش الخوف من هذا؟ ثلاث مرات تقولين أرفض أرفض أرفض, أرفض ومن جديد عده إلى الانخراط في جيش الدفاع الإسرائيلي وبتشوفوا يعني كم هي الشجاعة من ناحية وكما هو شعور بالفخر بالفخر أبطال. لما أنت تخدم دولتك بهذا مدى أنتم أبطال. خليني أرجع للصور. أنتم أبطال فيش مثلكم. برجع بحكي أنا ضد الرسالة اللي وجهها أفيخاي عبر مرة رابعة وخامسة وسادسة ومئة ومليون. برجع للصورة. اليوم في تحت ملف العمالة في ناس بيذهبوا. أنا اليوم إكس من الناس بيجوا بتوجهوا لكم بدهم يشتغلوا معكم. بيكونوا ممكن بيجيبوا لكم أخبار إكس ويعني أنتم تحت مسمى الحفاظ على أمن الدولة وفي منهم بلبنان وسوريا وكل بقاع الأرض. لنعود يعني هنالك ضباط وخاصة ضباط الشرطة وربما الجيش يقوم أناس يتقربون منهم بدعوتهم لولائم. أنا هذه الوليمة هي المسخنة الفلسطيني أسميها وليمة العمالة لأنها يعني لدي شو معلومة شو ما مسخن ما شو المشكلة معها؟ لا هي أول وجبة قدمت لكسب رضا الضباط ومن هنا أريد إيصال هيك فكرة معينة وهي يتم استخدام يعني السيادة أو القوة لنتحدث يعني ضباط في البوليس أو ربما في الجيش بالتقرب إليهم بالتودد إليهم تحت مسمى أنه هني بيشتغلوا مع بعض للحفاظ على أمن الدولة. بيجي حدا. أنا بستفزك بحكي عم تضحك. لا أنا يعني في دائما بنقول إن في سياسة يعني نظرية المؤامرة في الشارع العربي مش فقط أنت بهذه الأسئلة. يعني المؤامرة دائما إسرائيل مسؤولة عن كل شيء يحدث في أي بقعة من الأرض. وكمان أنتم يعني تعملون مأدبة للجنود وللعرب اللي أنا ما بعرف. أنا شخصيا يعني المأكولات تعمل التقارب بين الناس والاقتراب الناس. وأنا لا أنا بدي أوصل هاي الصورة شيء عادي هيك. أنا حبيت هاي الصورة يعني اللي بدي أوصله هو هيك وللدولة كمان من خلالك إنه هنالك من يستغل يعني هني عم بيشتغلوا معكم ضمن انه هن عم يساعدوا بالحفاظ على يعني على الدولة وما الى ذلك. ولكن لأن صواريخ حزب الله وصواريخ حماس لا تفرق بين عربي واهجمي لا تفرق بين اليهود والعرب لا تفرق. يعني عندما يطلق حزب الله صواريخ من الشمال فهو لا يفرق بين القرى العربية. كمان احنا في الناصرة كم صواريخ صواريخ سقطت في الناصرة في حرب 2006. لماذا ذهبت الى خارج في 2006 ليش في 2006 سقطت صواريخ حزب الله هذه المقاولة هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية اللي تقتل من العرب أكثر مما قتلته من الإسرائيليين. يعني سقطت في الناصرة كمان. يعني هذا خير مثال على أن هذه الصواريخ لا تفرق
بين الإسرائيليين يعني تستهدف كلنا لأننا إسرائيليين؟ تمام يستهدفوني حلال عليهم. أنا بدي أسأل إشي يعني إشي تاني. هنا في هنالك من يعني أنت حكيت تدعو الشباب وما إلى ذلك، هنالك من بحاجة إلى قوة، يعني بحاجة إلى أنه أنا زي ما بحكوها بالعامية بظهر الحكومي، فبتوجهوا أنه هني يتقربوا من ضباط جيش من ضباط بوليس وما إلى ذلك، ولكن بالمقابل هنالك يعني اليوم عبث بحياة المواطنين داخل الدولة. كيف اليوم أنا على معرفة بإكس من الضباط باجي بحكي له أو بعطي إخبارية أنه إكس من الناس هو يشكل خطر على أمن الدولة أو لربما هو يعني بضعه في مطب اللي هو مش لإله، تمام؟ فهنالك من يستخدم معارفه للإطاحة بمواطنين. أنا سمعت هذا الكلام، وكمان في محاولات من هذا النوع كمان يحاولون جر إليها كمان يعني في أراضي السلطة يعني في المدن الفلسطينية لما بيحكوا ويراسلوني على الفيسبوك وعلى الواتساب يقولوني هذا الشخص بده يعمل إشي من هذا النوع كله، وأنا بعرف أن أخذ مثل هذه الأمور في سياقها وأعرف ما الحقيقة وما لا حقيقة، وأنا أثق تمام يعني كمان أنت على دراية بهذا الشيء. أنا كمان أثق بالشرطة الإسرائيلية أنها تعرف وعلى دراية كاملة يعني اليوم لما بهذه الأمور، وأمتى يحاولون زجها في خلافات وزجها بأمور من هذا النوع. وأنا أثق بالشرطة، أنا أثق بالجيش، أنا أثق بأنه لما نعتقد شخص أو نعمل نشاط في مكان معين نحن نعرف لسنا بحاجة إلى مثل هذه الإشاعات. نحن نعرف ولدينا معلومات ولدينا. هل يكون رادع يعني هن بالنسبة لنا يحتمون بكم، هل هنالك رادع ضدهم يعني هن أعطوكوا إخبارية خاطئة؟ هل هنالك رادع؟ يعني هذا مش فقط في المجتمع العربي أو في عند الفلسطينيين وغيرهم، يعني دائما عندما يحاول تشويش الحقائق وما إلى ذلك. نريد أن نعمل خارج هذه الحلقة، نريد أن نعمل على هذا الملف لوضع له حد. أنا شوفي بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني اللي أنا شخصيا نحن في الأمن الداخلي، في الأمن الداخلي أنا أقول لك في واحد اسمه وسيم جابر، يعني صديق المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي، صديقي، وهو ضابط شرطة محترف ومهني للغاية، وأنا أعتقد أنه هو الشخصية المناسبة لتستضيفونه بعون الله وراح يجيب على مثل هذه الأسئلة. أنا أنت قلت هنالك نعم. أنا لا أريد أن أجيب لأسئلة لا أعرف جميع تفاصيلها. قلت لك بنسبة إلي ولما تصل إليها مثل هذه الأخبار وهذه الإشاعات وهذه المعلومات من شخص أو من آخر، أنا أفحص كل أمر. تمام. بدنا يعني هذا الملف هو ملف شائك، هو يمس في الأمن الداخلي. ليس من العدل أن يزج شاب في السجن ويمر على سجنه شهر وربما أكثر لأن هنالك من يريد تصفية حسابات. أنا أقول لك أنا أعتقد أنه في وسيم على سبيل المثال كشخصية كمتحدة ونحن سنتابع بالموضوع. أنا أستغل وجودك حتى يصل كل قضية فلسطينية لمكانها. نعم لربما أنت تقول لا أجيب، ولكن سأستغل حضورك حتى تصل الرسالة. أنا أعتقد أن الكثير من الإسرائيليين رسميين يعني ذو مناصب رسمية كمتحدثين أو مسؤولين سيكون لهم من سرور والفرحة والسعدان يلتقوا بكم، يستضفون هنا في هذه المنابر ويتحدثون عن الأمور. خلينا نكمل بما يعني احنا حطينا الموضوع على الطاولة حتى هني كمان يشرفونا ونحكي فيه بتوسع وتعمق. نعود بما انه احنا حكينا على مأكولات واستضافة وعمالي على وليمة، لنعود هيك بدنا نشوف فيديو صوت وصورة لإلك. وجبة الفلافل. الفلافل الصحن الإسرائيلي المفضل. 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 في الوطن كمان. في اليوم العالمي للفلافل. أنت الصحن الإسرائيلي الوطني. هذا مكتبي. المفضل. في يوم الفلافل. هل هو يوم الفلافل؟ هل أنت يعني الفلافل الإسرائيلي؟ الفلافل يعني أنا ليش تخافون؟ لأن الفلافل الصحن الإسرائيلي المفضل والوطني، وكمان في الطعمية كصحن مصري يعني في وفي كل واحد يمكن أن يكون أن تكون المأكولة وطنية أو مفضلة لديه. كلنا نستطيع أن نعيش مع بعضنا البعض، مع معتقدات البعض، مع مأكولات البعض، وهذا خير دليل. سنعود للتعايش.
هو أنت بس هيك حتى نحط الخط الأحمر، أنت تقول أنه الوجبة المفضلة ولا تقول أنه وجبتكم يعني ليس قلتوا في هذا الفيديو كمان الفلافل الصحن الإسرائيلي الوطني المفضل، يعني أنتم بتحبوه ولكن هو لا بنحبوكم. وكمان الفلافل حسب الإسرائيلي هو جزء يتجزأ من المطبخ الإسرائيلي، جزء يتجزأ من المطبخ. وكمان الإسرائيلي بيقولوا على سبيل المثال هيك الرطب العسكرية بتسميها فلافل كمان فلافل لحظة. يعني كلنا الفلافل جزء يتجزأ من المطبخ الإسرائيلي، جزء يتجزأ من المائدة الإسرائيلية. للتوضيح أن الفلافل هو أكلة من المطبخ المصري والسوداني، الفلافل هي أكلة الأقباط وخاصة طلعت من الإسكندرية، هي وجبة الأقباط. لماذا؟ لأنه خلال الصوم كانت هي الوجبة النباتية لهم. تمام؟ للتوضيح فقط. الحمد لله وصلنا إلى مرحلة نحكي فيه عن جذور الفلافل. الفلافل جزء لا يتجزأ من المطبخ الإسرائيلي، يعني كل واحد بدون يقول أنا ومتى وكمان ومتى الفلافل يعني منذ 48 بدأ الفلافل الفلافل وجوز تجزء من المطبخ الوطني الإسرائيلي. منذ متى؟ منذ 48 نشأ دولة إسرائيل. دولة إسرائيل أقيمت في العام 1948 ونحتفل نحتفل في هذا العام إن شاء الله بالذكرى 75 لتأسيس هذه الدولة، هذه المنارة احتلال أراضي هذه المنارة فلسطينية. هذه المنارة شوف الإسرائيل، شوف الشوارع الإسرائيلية، المدن الإسرائيلية، الحمد لله نعمة الله. وإسرائيل منارة الشرق والعالم العربي بتى يعترف أيضا بذلك ويعلم بأن فوائد التقارب لإسرائيل هي أكثر بكثير من عدم حتى لا يتداركنا الوقت. ظل هنالك نقطتان هامتان ما بين التعايش وصفقة القرن. الشعب الفلسطيني إلى أين؟ صفقة القرن أو كل الخطط السياسية مش علاقة للجيش الإسرائيلي. وأقول له يعني حتى يعني لا يضيع الوقت على دراية؟ حتى لا يضيع. نحن في كل أمر سياسي له أبعاد أمنية، فطبعا للجيش الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي مكانته الخاصة في تاولة صانع القرار السياسي. والجيش يعطي نصائحه، يعطي رأيه بالموضوع، ولكن خلف الكواليس وستبقى خلف الكواليس. في النهاية المستوى السياسي في إسرائيل يتخذ القرار، الجيش يبدي رأيه، يقول ما رأيه، ما وجهة نظره، السياسيون يتخذون القرار. وهذا من بين الأمور الأجمل في إسرائيل أن تكون ديمقراطية حقيقية. لاحظ أشرت إلى أن السياسيون يأخذون القرار منذ عام 1993 كان هناك اتفاقية أوسلو ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإلى اليوم هذا ما زالت هنالك مفاوضات. فأين وصلت هذه المفاوضات؟ كمان وعلى ماذا هنالك التفاوض؟ الأمور السياسية نبقيها لساسة. يعني كما قلت عندما سئلت عن أمور تتعلق بالشرطة، فما يتعلق بالسياسيين سيبقى للسياسيين. أنا لست على دراية كاملة بالموضوع بتفاصيلها، ولذلك الأمور السياسية يبقى أن تكون للسياسيين. أنت مع صفقة القرن؟ أنا هذا لا يعني المشاهد إن كنت مع خطة سياسية من هذا النوع أو لا. أنا كشخصية رسمية لا، عندما سيتم طرح هذا السؤال علي في المدولات وما إلى ذلك الرسمية سأعطي رأيه بدون أي خوف، لأن إسرائيل لا نخاف من إبداء الآراء خاصة في المجال، خاصة في مجال الرسمي وما إلى ذلك، ونطرح آراء وثاني القرار السياسي تأخذه. سألت هل ولدت في إسرائيل؟ أنت لا عراقي. لا أنا لست، أنا جذور جدي وجدي ولدا في العراق في البصرة. أنا إسرائيلي وأفتخر، أنا ولدت في إسرائيل، ولدت في مدينة حيفا لا تبعد عنا يعني الكثير. درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية، وعندي كثير من أصدقاء العرب كمان من الناصرة، من مسلمين، دروز، مسيحيون وما إلى ذلك، في الكثير منهم أتحدث وأتواصل معهم على دوام، نتحدث بالأعياد، أستضيفهم في بيتي، يستضيفونني في بيوتهم. يعني الصورة الإسرائيلية الجميلة بأجمل
خلالها، يعني لما نحكي، لما نلتقي مع بعضنا في الأفراح فكمان في الأخزان. يعني وكان أنا في المدرسة درست مع عرب، مدرسة هريالي في خيفا. لماذا تعلمت اللغة العربية؟ لأني أحب اللغة العربية أول شيء. أول شيء أحب اللغة العربية. أنا أتابع البرامج العربية، المسلسلات العربية، الأغاني العربية. وأعتقد أنه هذا، يعني كل إسرائيلي يجب أن يتعلم اللغة العربية العامية والفصحى. أنا أتحدث بالفصحى لأنني أعتقد أنه في كمان لما أحكي مع ناس في شارع يسألون لماذا تحكي بالفصحى، أنا أقول أنه بدي أن أوصل رسالة إلى أكبر قدر ممكن من العرب، لذلك يجب أن نحكي بلغة القرآن الكريم. لذلك درست كمان القرآن. القرآن هل الكريم، هل تعلم أن في القرآن الكريم وعد الله حق؟ أنا أعرف أنه كمان في القرآن الكريم كلمة إسرائيل. أنت تعرفين كما وردت؟ لا، ألم تحرم الأرض على إسرائيل في القرآن الكريم؟ أنت تعرفين كما مرة وردت كلمة إسرائيل في القرآن كيف الكريم؟ وردت؟ افحصي كيف وردت؟ في وماذا قال الله بها؟ وماذا قال الله بكم؟ افحصي عن هذا الموضوع. وأنا أقول لك بأن القرآن كمان يمكن، يعني والدين، ونتعرف على الدين الآخر، ونتعرف على عادات ولا أعياد، يمكن أن تحل الكثير من المشاكل ومن الأمور. وأتمنى أن هذه المقابلة المطولة اللي أجريناه كمان أيضا ستقارب بين وجهات النظر. ممكن أن يعني في أنت ذكرت القرآن الكريم ما بين، يعني أنتم تقولون نحن شعب الله المختار، لم تحرم عليكم. سمعت مني هذا الكلام؟ لا، أنتم سمعت، يعني أنتم أنا لم أقول أنتم، أنا أتحدث لما كنت هنا في جماعة تعمل إشي أقول هذه الجماعة تعمل، أنا لا أتحدث هذه الجماعة. أنتم لا، أنتم العرب، أنتم المسلمين، لا أتحدث يعني هذا الفرق. ولازم يجب علينا أن نستيقظ من هذه المحاولات دائما لإقائنا بهذا الفخ بنقول أنتم لا. يجب علينا أن نقترب بوجهة النظر. سنستيقظ يوما ونحن على يقين أن وعد الله حق. سنستيقظ يوما ونودعك حينما تعود إلى العراق. إلى العراق. ونتمنى لك رحلة موفقة حينما يريد الله. هذه يعني أولا أنا متأسف رغم أن أخزينا. سنبقى هنا. وعد الله حق. نحن سنبقى هنا. دولة إسرائيل يعني وينه بس سامي جرار؟ وعد الله يعني حق. هذه المشكلة لما لما يجي الشخص لايك بسام جرار وما إلى ذلك، وهو الأهدول اللي يحكوا بهذه الشعارات وكل هذه الأمور وأنتم تصدقونها. لم أتطرق له. وعد الله حق. نحن كذب المنجمون. سنبقى. إن شاء الله سأكون في، إن شاء الله ستكون لي رحلة إلى العراق، إلى البصرة، إلى بغداد، وإن شاء الله ستكون موفقة. وسأتحدث وألتقي مع الكثير من الأشخاص اللي أحكي معهم اليوم، ونتواصل اليوم، ونتقرب، وإن شاء الله راح يعوم بالسلام في المنطقة. لكن دولة إسرائيل ستبقى للأبد الأبدين. في فيديو على تيك توك بتاعتي بيقول احكوا عربي صح، تزعمون احنا الكيان المؤقت كما يسمي حزب الله. لا ندعي، نحن نقول احنا الكيان الابدي والازلي. انتم او ذباب المقاولة بيحكوا انتم اوهن من بيت العنكبوت. نقول نحن الجيش الذي لا يقهر. يقولون انتم احنا شعب اسرائيل حي، احنا منارة الشرق، احنا الجيش الذي يوقر. والحمد لله الشريحة في العالم العربي اللي استيقظت من الأوهام ومن التحريض باتت اليوم أكبر بكثير من الشريحة الضيقة التي ما زالت تؤمن بهذه الخزبعة الأتلي والعنطريات. أريد عنطريات بنظرك، أريد هيك تحديد المطبات في مكانها. في هذه الحلقة نحن دعينا
يعني أن تتم تلبية طلب أم أنت أنت واجهتي هذا النداء، أنت واجهتي، أنا قلت لك لنحكي عن ما فعل هذا الإرهابي اللي حكينا عنه. من خلال استضافة أفيخاي إدرعي نحن نوجه دعواتنا ومطالبنا، بداية بإعادة جثمان الشهيد عمر أبو ليلى لأمه. اثنان، نحن نطالب بفتح الباب للفنانان قاسم النجار وشادي البريني لإحياء حفلات في إسرائيل، في داخل إسرائيل، في الداخل الفلسطيني، في المدن الإسرائيلية العربية، في داخل الفلسطيني المحتل. كما نحن نطالب، نحن نسأل وما دمنا نسأل، أين السلام؟ أنتم تقولون أن هنالك سلام بحقكم، أما نحن الشعب الفلسطيني فأين السلام؟ حينما تزهق أرواح شبابنا في مخيم جنين وأنت تقول نحن الجيش الذي لا يقهر، لماذا تذهبون وتقتلون؟ يعني اليوم الجيش الذي لا يقهر، إذا مرت بجانبه فتاة ولديكم صورة في الكنترول إذا ممكن تطلعوها، إذا مرقت من حده فتاة بقتلها تحت ذريعة تريد القيام بعملية فدائية واستشهادية. في صورة لصحفية ملقاة على الأرض وجندي يقف بجانبها إذا موجودة عندكم على سطح المتحف. هي مش الصحفية واللي كانت مع سكين وما إلى ذلك. نعم أنا يعني أنتم يعني دائما، يعني دائما في هذه الزوايا أو في هذه الأحداث دائما في رواية، وفي دائما هنالك رواية إسرائيلية وأنتم ترفضون دائما فلسطينية. وأنتم ترفضون دائما هنالك رواية إسرائيلية وحقيقة فلسطينية، فما بين الحقيقة الفلسطينية وما بين الرواية الإسرائيلية هنالك وعد الله حق. المشكلة أنه في لما كل هذه الأكاذيب تندرج في إطار ما يسمى إعلاما فهذه مشكلة، لأن الشباب الذين يشاهدون البرامج والأخبار ويتلقون مثل هذه الأخبار الكاذبة فدائما سنبقى في نفس الدائرة من التحريض ومن زيف الأخبار وما إلى ذلك. فعلينا أن نعطي الشباب ونعطي الناس أن يختاروا الحقيقة. علينا أن نصف الأمور كما كانت. هناك رواية اختار بنفسك. وأقول لك، وهذا يستند إلى دراسات وإلى معرفة، بأن العالم العربي لا يعرف بأن إسرائيل ليست عدوه، وعدد العرب والسنة والمسلمين الذين قتلتهم إيران وحزب الله وحماس أكثر بكثير ممن قتل من قبل الإسرائيليين في الحروب اللي صارت. وإن شاء الله ستتوسع دائرة السلام في المنطقة وتعوم السلام، وسننهي برسالة متفائلة، وأنا متفائل كثير بالموضوع أن تتسع دائرة السلام، وأن بالفعل سنصل إلى العراق وإلى غيرها من الدول للقاء الأحباب والأصدقاء الجدد والقدامى، وإن شاء الله ستتوسع دائرة السلام، وسنحكي إن شاء الله في المرة المقبلة عن أمور أكثر إيجابية، لأن بالفعل أنا متفائل. أنت قلت يعني ذكرت الدين، فأنا حدا لا أستند لا للجرار ولا لغيره، كذب المنجمون ولو صدقوا، أنا شخص مؤمن بالله عز وجل، نسبح باسمك الله ومن سواك أخشاه، فقد نعلم نحن الشعب الفلسطيني أن لنا قدرا وسيأتي يوما ونلقاه. شكرا لك ولحضورك، يعني نحن دعوناك إلى هنا حتى نصل رسالتنا لأصحاب، يعني لكل، يعني هنالك أنت من امتنعت عن الإجابة، ولكن كان الهدف حتى لو لم تقم بالإجابة هي إيصال الرسالة للجهات المعنية. نتأمل أننا يعني جلبنا كل ما يدور في الوسط الفلسطيني من هتافات، من أسئلة، وخاصة نحن الشعب الفلسطيني إلى أين وفي السلطة، وفي كل هذه الأسئلة التي طرحت في الميدان وتشكل مطبا لدى الشعب الفلسطيني. أشكرك على حضورك مرة أخرى، وفي الختام كيف لنا ونحن من نتمنى أن نسير على الصراط المستقيم أن تهون علينا قضيتنا فلسطين،
فالأرض لنا والقدس بغربها قبل شرقها لنا والمسجد الأقصى لن يقسم، ببساطة لأن الله بقوته معنا.